السلام عليكم. تم مؤخرا عودة الأشغال إلى مشروع المصعد الهوائي بمدينة تيزي وزو، حيث أنه بعد ما انتهت الأشغال بالجزء الأول واللي الطول دياله 8 كيلومترات، ما زالت جزء آخر بقى فيه حوالي 3 كيلومترات. الجزء الأول هذا الذي يمتد من بين محطة المسافرين بالقرب من جامعة تامدا تيزي وزو إلى حدود المستشفى الجامعي تاع تيزي وزو الموجود في وسط مدينة تيزي وزو، ويبقى الجزء الثاني اللي رانا بصدد يعني الأشغال به سوف يمتد ما بين مستشفى تاع تيزي وزو إلى حدود قمة جبل سيدي بلوى الواقع شمال مدينة تيزي وزو على امتداد حوالي 3 كيلومترات. وهذا الجزء هذا كان فيه معطل بسبب، وهنا نشاهد في الخط الأحمر هذا، هذا هو الجزء اللي بقى، وهنا نشوف القمة نتاع جبل سيدي بلوى، قمة على كنا شمال مدينة تيزي وزو، واللي هذا الخط هذا تعطل بسبب مشكل تاع الاكسبروبرياسيون نتاع يعني الاراضي الخواص اللي طرح، واللي يعني حسب التصريح نتاع شركه غوما التي مكلفه بالاشغال، شركه فرنسيه، رغم انه كما نشاهد في الصور تم تسليم كل العتاد نتاع الخط هذا كليه منذ 2018، تم تسليم كل العتاد راه موجود ومخزن في أماكن إن شاء الله لا يتلف هذا العتاد، يعني مخزن بصفة جيدة. إذن رغم وجود توفير كل العتاد اللي وفرته الشركة الفرنسية، إلا أن الأشغال بقيت يعني حابسة منذ 2018 إلى يومنا هذا، حوالي 4 سنوات. والآن يعني حسب الأخبار الأخيرة تمت يعني الرولونسمون، يعني تسوية الوضعية نتاع الاكسبروبرياسيون. هنا نشاهد كذلك العتاد مخزن مكدس، عتاد نتاع الجزء الأخير هذا. وللذكر أنه هذا المصعد الهوائي نتاع مدينة تيزي وزو يعد أكبر مصعد هوائي في العالم، بطول حوالي 11 كيلومتر لمدة طويلة، يعني لمدة يعني بعد البداية نتاعو. إذا نتمنى لاكتمال هذا الجزء اللي بقى نتاع 3 كيلومترات اللي بقات ليكتمل المصعد الهوائي تاع مدينة تيزي وزو، ونتمنى تكون فيه مصاعد هوائية في مدن أخرى مثل بجاية وخميس مليانة، كذلك بين مليانة وخميس مليانة ومليانة، وكذلك في بني صاف اللي عندها موقع سياحي رائع وجاية على السف، عندها يعني سيران تيران أكسيدونتي، وممكن يكون فيها يعني مصعد هوائي كذلك اللي يليق بالمدينة تاع بني صاف. إذن وكاين مدن أخرى لازم يكون، وإن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.